لكن اللي بيطلع ساعتها في هاي الحاله تو نود تو اليمنتس اكزاكت نفسه. فاحنا ما في عندنا دليل مين احسن، استخدم عدد نودز اقل واليمنتس اكبر ولا استخدم عدد اليمنتس اكبر و نود بير اليمنت اقل، حسب الحاله حسب الحاله. عشان هيك ما في جواب على السؤال. الاشي الثاني، لو انت رحت اطلعت على الستريسز بتلاقي الايرور بيكبر. يعني بدون ما اني اروح للميدل، كيف شكل الستريس بالاكزاكت سوليوشن؟ كيف شكل الستريس بالاكزاكت سوليوشن؟ تربو اول ستريس زيرو اللي هو ميل هذا الخط، واكبر ما يمكن الستريس هون ولينير، لانه المعادله الستريس هو مشتقه مين او الاسترين مشتقه ديسبيسمنت، هاي الستريس هذا الاكزاكت ستريس. مش عرفني انه الاكزاكت ستريس هيك لانه اشتق المعادله هاي تمام وضربها بي بي، لما اشتقها ونضربها بايش بيطلع؟ بيطلع هاي تبعي اشتقها بتصير خطيه وضربها بايه بيطلع خطيه. مش عرفت انه شكله هيك؟ احنا بنعرف انه الستريس على التب زيرو، واقصى سلوب اللي هو السلوب اللي هو نفس الستريس او مضروب بي هون جنب، واقصى ستريس. طب الفاينايت اليمنت وذ تو نودز كيف بيطلع؟ بيطلع درجه الستريس، بيطلع الستريس هيك. هذا اي حل؟ تو نود تو اليمنتس. طبعا الثاني بيطلع زيه زي الاكزاكت هاي الحاله بالتحديد، لانه اصلا الكيو طلعها زي صار اليو طلعها زي الاكزاكت. إذا ملاحظين الفرق في بين الإكزاكت والفاينايت إليمنت في الستريس أكبر بكثير من وين؟ الديسبيسمنت، يعني الديسبيسمنت بجوز لو وصلت الخطوط أقصى فرق هون ولا شيء، بالستريس بتطلع عند درجة، عند درجتين عنده، ستريس لينير وطالع عند درجتين، فالفرق هائل. فدائما اتس ويل نون بالفاينايت إليمنت إنه الإيرور بيكون أكبر في المشتقات مش بالدرجة. فإذا أنا بدي أقارن مش سايز وأقول مش سايز منيح ولا مش منيح، خطا اقارن الدلتا، شو لازم اقارن؟ ستريسز مشتقات يعني الدلتا. اوكي، اي اسئله لديكم هنا؟ هلا احنا لو كانت الفكره انك تجيب اي بار اليمنت باي تفاصيل باربعه نوتس بخمسه نوتس بحط لك حاله مثلا معينه، بجوز بالامتحان اقول لك الكيو از ساين اكس او الكيو از كيوبيك، الكيو از اكسبونينشال. يعني افرض انه انا عندي بار اليمنت هيك، انا نحط الكيو مش كونستنت ولا لينير، ساين اكس هيك يتغير قيمه الكيو تمام، واي ساين اكس باي اكس على مثلا بنفترض هاي الكيو، وجيت قلت لك مين احسن ثلاث نودز ولا تو نودز تو اليمنتس، هذا سؤال امتحان. نفس الحل بتعمله وبتقارن ساعتها الديفليكشن من الاكزاكت سوليوشن. طبعا كيف هحل الاكزاكت سوليوشن؟ واحد بيقول لي كامل مرتين هاي على الميبل بدل ما تحلها بايدك، مش احنا عندنا المشتقه الثانيه للكيو الى يو اللي بتصير، احنا عندنا قلنا دي سكوير يو باي دي اكس سكوير بتساوي يو على اي اي سالب، حط هاي في الميبل وكله كامل مرتين بكامل لك اياه تمام، انتجريت توايس تمام، او انتجريت مره ومرتين بعدين توايس مره وتوايس زي ما شفنا. بس احنا كملنا ماتريسيز، كنا لو بدنا نكمل اكس ارقام بنحطش ماب ان خلاص مباشره ان بنكمل. هاي الاكزاكت بتقارن بالنتائج. فذيس كود بي ان اكزام كويشن ويتش وان از بيتر. حكيت لكم يمكن سابقا كان في سؤال عندنا بالفاينانت ايرور سوليوشن بالاكزام، قلنا هاي لود هاي شكل اللود، وكان السؤال لو انا بدي احط 1 اليمنت 3 نودز وير از ذا لوكيشن اوف ذا ثيرد نود such that ذا ايرور از مينيمم بين هذا والاكزام، يعني ديتيرمن ذا لوكيشن اوف ذيس نود such that ذا ايرور از مينيمم. ممكن، بس احنا ممكن قال هاي ايه بقدر اطلع انا الماتريكس بدلاله ايه والشيب فانكشن بدلاله ايه والكوفلنت نودال فورس بدلاله ايه
واحل اطلع دلتا ستراكشر بدلالتين، وبالتالي اطلع الدلتا اكتيف بدلالتين. وهي شو بعمل فيها محمد؟ بقارنها بالدلتا اكتيف من الاكزاكت سوليوشن اللي ما لهش علاقه بايه، وبطلع قيمه ايه. كنت بدي اسال الطلاب مش تو مينيمايز ذا ايرور ان ذا ديفليكشن اوف ذا تيب، تو مينيمايز ذا اوفر اول ايرور. في فرق على فكره، شو الفرق بين ما اني اعمل مينيمايزيشن للايرور للايرور على التيب وبين اوفر اول ايرور؟ في حد بيعرف؟ يعني شو قصدي؟ يعني بجوز الديفليكشن للطريقتين على التيب هون يكون نفسه، بس هذيك بتمشي هيك وهذيك بتمشي هيك، شو الفرق؟ بلاوي. حتى اقلل الاوفر اول ايرور اللي هو مهم في الفانات اللي ما تكونش ايرور قدام، بتعمل انتجريشن للايرور الفرق بين الفانكشنز اوفر ذا هول لينك وبتعمل له مينيمايزيشن. كان هذا بدي احط السؤال بعدين بطلت، قلت هذا ما الفكره ما حدش يعني اذا انا بدي اخلي ايرور بين تو فانكشنز مينيمم مش ات ا بوينت اوفر اول. في عندك حل ابروكسيمت وحل اكزاكت، في عندي يو ابروكسيمت يو فاينايت ايليمنت ويو اكزاكت. هلا في احتمالين، اما اني انا بدي اخلي الايرور بينهم اقل ما يمكن عند نقطه، وساعتها العمليه سهله، بقول ات ال مثلا اللي يعني التب ناقص هاي ات ال، شو بعمل بهذا الفرق؟ اخلي اقل ما يمكن، او بدي اخلي الاوفر اول ايرور اقل ما يمكن، ساعتها شو بعمل؟ بعمل انتجريشن ليو فاينايت ايليمنت ناقص يو اكزاكت حتى الغي السالب، لانه بجمع عمالي تربيع دي اكس فروم 0 تو ال، هذا اللي بعمله مينيمايزيشن. ليش ربعت؟ لانه بدي الغي السالب، لانه لما تجمع الايرور السالب والايرور الموجب شو بصير فيهم؟ وهذا اللي بتعرفوه انتم اللي هي ليست سكوير. ليست سكوير اوكي، اللي بدخل في الستاندرد ديفيشن. تمام، كانك هون بتقلل هذا ما علي، يعني هذا شويه راح تعمل لما اجي للجلير، لما اجي للجلير كان ميثود واذر ميثودز الويتد ريسيدوال ميثودز راح تعمل هذا الكلام في الماثماتكس. طيب هلا كتطبيق على البار اليمنت، يعني احنا بدات انا بالمحاضره اللي بتحكي عن تطبيق البار اليمنت وبعدين رجعت كملت التفاصيل اللي كانت عندنا. شو في تطبيق على البار اليمنت في الريال؟ يعني وين نستخدم البار اليمنت؟ يعني هاي القصص اللي بيكون لود اكسل ديستريبيوت زي هيك نادره، بالعاده البار اليمنت بالستيل او بالكونكريت وين بيكون موجود؟ بالستيل دوت اكسس. تمام، عشان هيك بقول لك تراس اليمنت مرات مش بار اليمنت، وبالتراسز بالعاده اللود ما بيكونش ديستريبيوت بيكون ات نودز، عشان هيك حساب هاي الايكوفلنت نود فورس مش كثير مهم في تراس. ليه؟ تراس بالعاده اللود بيجي على النود مباشره، بيجيش خلال الممبرز الا ما نظر. من هذا المنطلق كتطبيق للتراسز، بس مشكلتنا بالتراسز يا شباب انه بكون عندي الممبرز كل واحد له اورينتيشن. هلا احنا بتتذكر واحنا لما جينا اشتقينا المعادلات اشتقينا على اساس من الاكس اكسس باتجاه الايمن، انا جيت حطيت قلت هاي البار ايمن وهي نود البدايه وهي الاكس، صح؟ طب لما بكون في عنده تراس بكون في منبر هيك منبر هيك منبر هيك، طيب هذا له اكسس هيك وهذا له اكسس هيك وهذا له اكسس، هاي مشكله بالستفنس. واحد له ستفنس وستفنس اتس ستفنس ان ترمز اوف لوكال اكسس، فهون بدنا توحيد للاتجاهات. يعني المشكله انه هذا المنبر له اكس هيك لحاله، هاي منبر 1 2 وهذا المنبر 2 3 حتلاقوا شو له اكس، مشان ما اخربشش بينهم فبسمي اللوكال اكس اكس هات، يعني هاي اكس هات المنبر 1 2 هاي اكس هات المنبر 2 3 وهكذا. ولما باجي بقول اليو للمنبر 1 2 بتصير يو هيك، طب اليو للمنبر 2 3 بتصير هيك، مشكله هاي لانه كل واحد له يو مختلف باتجاه مختلف، فبيجي هون عندك توحيد ولو ترانسفورميشن. هلا انا بشبه لكم الترانسفورميشن ببساطه زي لما تروح تشتغل بالامارات. بالامارات انت بتحكي عربي، عربي شامي تمام؟ بلاد الشام. واخوانا الاماراتي شو بيحكوا؟ عربي بس اماراتي، نص حد يوم بتفهمش تمام؟ واذا في سعودي هناك بيحكي عربي بس سعودي، برضه نص حد بتفهمش. واذا في مغربي بيحكي عربي بس مخلط مع فرنسي ما بفهمش نص حكي، زائد
شرق آسيا. إذا في هندي بيحكي هندي، طب كيف بدنا يعني أنا مش بشتغل في شركة مثلاً وعندي عمال هنود وعندي مهندس مغربي وعندي مهندس مثلاً شامي وعندي مهندس أردني وعندي مش كيف بدنا نتفاهم معهم كلهم؟ بيستخدموا لغة واحدة اللي هي اللغة الإنجليزية في الكوميونيكيشن. طبعاً ليش مش اللغة العربية؟ بتعرفوا العالم الآن المتقدم بيحكي بالإنجليزي تقريباً، يعني لغة العلم بالواقع تقريباً حالياً الإنجليزي. يعني بجوز لو رجعنا لنا 10 قرون لورا كان بحبوه خذ لغة عربية ساعتها، أوكي؟ حسب مين القوي اللي بيتحكم في العالم. لكن المهم في لغة موحدة بغض النظر هي عربية هي فرنسية هي إسبانية، المهم في لغة واحدة. هلا أنا وأنا بدي أحكي معهم بترجم اللي بدماغي للغة الإنجليزية وبحكي، والهندي بترجم اللي بدماغه للغة الإنجليزية وبحكي، وهكذا. الترجمة هاي هي ترانسفورميشن، أوكي؟ الترجمة هاي ترانسفورميشن. هلا بجوز بعرف شو الصورة وضحت لكم، كل منبر له لغته الخاصة له محاوله الخاصة، فحتى يقدروا يتفاهموا مع بعض بنعمل ترانسفورميشن. الغريب انه الترانسفورميشن هي اللي بنستخدمها هون، والترجمة شو معناها يا شباب؟ ترانسليشن يعني نص الكلمتين تقريبا مالهم ترانس ترانس، اوكي تمام؟ شملناها بنشات اثنين مظبوط، بس يعني انا بحاول اربط لك الامور. هذا الترانسفورميشن بتكون دي ترس سهل جدا لما اجي الفريم دي ترس والدي فريم شو بتسوي؟ بتسوي ده شويه اشتقاقات بالفيكتور نوتيشن. هلا بامكاني يا شباب اشتغل الترانسفورميشن بالفيكتور نوتيشن، وبامكاني اشتغلها بالحل البسيط. هلا انا اول شيء بدي اشتغلها بالحل البسيط، بس لما اجي لل 3 دي شو بدي اعملها بالفيكتور نوتيشن؟ الفيكتور نوتيشن اعم. طيب هلا انا بدي اللغه الخاصه بدلاله اللغه العامه، فالترانسفورميشن ماتريكس اللي هي دلتا هات تساوي ترانسفورميشن دلتا جلوبال. هلا الهات اللي للمنبر، هاي للمنبر وهاي للجلوبال. شو يعني جلوبال؟ اللغه العامه، اللغه العامه يعني اللي هي لها محاور لكل المنبر نفس الشيء. فلما اقول يو جلوبال، يو جلوبال تلقائيا بتكون افقية لكل منبر، لكن يو لوكال هذا المنبر بتكون هيك وهذا المنبر بتكون هيك. لا الاشي الثاني كوني انا بحكي عمالي عن جلوبال معناته كل نقطة صار فيها 2 degrees of freedom مش 1 degree of freedom. احنا بالتراس كنا نهتم بس باليو، ما كنا نهتم بالفي. ليش ما كنا نهتم بالفي؟ ليش الفي كانت مهملة؟ يعني V1 ما كنا نهتم فيه، نهتم بس V1 لانه في 1 كم الاستفنس لها؟ يعني لو بدي امسك البار وزيح لفوق في شيء ماسكه، هلا بجوز توقف لي باسل وكل استنى بالاستابيلي اعطيتنا انه في استفنس انستانتينيوس ما في استفنس. اه على السمول ديفورميشن ثيوري ما في استفنس. يعني هلا طلع اذا هاي بار من هون بين ومن هون بين، اذا مسكت هاي وسحبتها لفوق في البدايه ما في استفنس، مجرد ما بدنا نسحب وزادت هاي المسافه بصير في تمام. عشان هيك سمينا هاي الحركه instantaneous stability، اوكي؟ لانه كل ما زدنا الحركه شو بصير بالفورس بتصير. يعني اللي اخذ استابيليتي بجوز تعمل له كونفجن، بس بشكل عام بسيط اذا هون عندنا بين بنحرك لفوق ما في استفنس في البدايه تمام. يعني هاي في شيء لها استفنس يو في تو ما لها استفنس، فليش نحطهم في المعادله؟ لكن لما انا باجي للترس لما هذا بده يزيح هيك او بلاش، لما بدي ازيح باليو الكبيره، لما بدي ازيح باليو اللي هي اليو الجلوبال، طب هذا المنبر شو صار في النقطه له؟ صار زياحه باتجاهين، اتجاه اكسيال والاتجاه الثاني ماله؟ فاهمين كيف؟ يعني شير. لما انا بزيح يو باتجاه الاكس الجلوبال اكس جلوبال يو، بصير في عندي ايش؟ مركبتين. بصير في مركبتين يو هات يو 1 هات، يعني هاي يو 1 في 1 هات. فانا مضطر غصب عني اجي احط لكل منبر اليو والفي، لانه انا في عندي في الجلوبال كوردينيت شو في عندي؟ يو وفي 4. فبدها تصير الاستفنس ماتريكس للمنبر بدل ما تكون 2 ب 2 شو راح تصير؟ 4 ب 4. طب شو الاستفنس تيرمز للفي؟ يعني الكي اليمنت طبعا هات. ليش هات حطيتها حفناوي؟ يعني بالجلوبال كوردينيت احنا كنا بنيناها 2 ب 2 شو راح تصير؟ 4 ب 4. بس هي الاي اي على الان يو 1 ز
سالب واحد وهيك. هلا هون يو 1 يو 2 وفي 1 في 2. سؤالي كم الاستفنس لبي؟ ولا شيء، صفر. ولا في 2 صفر. وعلى الخط البي كله صفار ولا بتسهم بشيء. وايش؟ وعلى خط اليو 2 واحد سالب. هون صفر وهون واحد، صفر 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 صفر. يعني باختصار العمودين والسطرين اللي ضفتهم شو راح يكونوا؟ اصفر، لانه ما في استفنس. بس ضفتهم من باب لما بدي احول لجلوبال لازم الماتريكس تطلع 4 ب 4، لانه شو في عندي؟ في عندي يو 1 جلوبال وفي 1 جلوبال، يو 2 جلوبال وفي 2 جلوبال، فلازم تطلع. الترانسفورميشن ماتريكس يا شباب بتحكي عن نود، يعني انا كيف هاليو والفي اللي في نود واحد اللي موجودين بالهات هاي لازم تكون هات مشان لغه تصير صح. هات هات بدي احولهم ليو في جلوبال او العكس. لو انا عندي يو في جلوبال كيف بدي احولهم ليو هات وفي هات؟ انت بتحكي عمالك عن ايش؟ زوايا، عن زوايا. تمام. طيب كيف بدنا نعمل هذا الكلام؟ نعمل جيومتري اناليسيس. طيب ثلاثات الان هاي عندك بيج اكس وبيج واي، وهاي المنبر المايل اكس هات طبعا واي هات. إذا أنا قدرت أربط بين الكوردينيتس X و Y مع الكوردينيت مع الكوردينيتس X هات و Y هات بكون طلعت ترانسفورميشن ماتريكس. فلو أنا عندي نقطة هون شو إحداثياتها يا شباب؟ إحداثياتها هاي بيج X وهاي بيج Y. في حد منكم بيقدر يحكي لي شو علاقتهم هدول؟ طبعا علما بانه هاي الزاوية ثيتا. في احد منكم بيقدر يحكي لي شو علاقتهم هدول مع واي هات واكس هات؟ يعني مين بيحكي لي شو قيمة الاكس هات ماذا تساوي in terms of x y؟ x y y هلا إذا بتطلع أنا يا شباب هاي الزاوية هي 90 ناقص ثيتا صح؟ تمام؟ هاي المسافة الأفقية، هاي المسافة الأفقية هي عبارة عن واي في كوساين 90 ناقص ثيتا، يعني واي ساين ثيتا. فصارت عندي إكس هات أول ترم فيها شو بده يساوي؟ واي ساين ثيتا. ماشيين معي؟ كيف اجى واي ساين ثيتا؟ هاي الزاويه هي 90 ناقص ثيتا وهذا وتر في المثلث صح؟ وانا بدي هذا الضلع، هذا الضلع شو يساوي؟ الوتر في كوساين الزاويه. فالواي ضرب كوساين 90 ناقص ثيتا اللي هو نفسه الواي ضرب ساين ثيتا. طب هاي كم تساوي؟ اسحبها لهون اساعدك، هاي تساوي هاي، هاي شو بدها تساوي؟ طلع هذا المثلث هذا المثلث. هاي اكس صح؟ مظبوط حفناوي؟ هاي اكس وهاي ثيتا كم هذا الضلع؟ هاي القائمة طبعا كوساين ثيتا، فمعناته زائد اكس كوساين ثيتا صح؟ لأنه الاكس هات هي عبارة عن هذا الضلع زائد هذا الضلع، وهذا الضلع شو يساوي؟ هذا الضلع بإيش؟ لأنه في توازي صح؟ تمام؟ وهذا الضلع شو بده يساوي؟ اكس في كوساين مين؟ ثيتا. طيب يلا مين بده يساعدني نحسب الاكس هات الواي هات؟ هاي طلعنا الاكس هات سالب نفس المثلثين مش راح اغيرهم. بس لاحظ هاي الاكس هات هي عباره عن الضلع الطويل ناقص مين حفناوي؟ الضلع القصير. طب الضلع الطويل شو بده يساوي؟ اللي هي عبارة عن الواي ساين 90 ناقص ثيتا، يعني واي كوساين ثيتا، فهي واي كوساين ثيتا. هذا الضلع الطويل
ناقص الضلع القصير، كم الضلع القصير اللي هو عبارة عن x في ساين ثيتا، فناقص x ساين ثيتا. كمان مرة ما استخدمنا غير هدول المثلثين، هيو مشكلة نعلمهم بالأحمر، هاي المثلث الأول والمثلث الثاني نعلمه بالأسود، هاي المثلث الثاني. هدول المثلثين بس اللي استخدمتهم، تمام؟ هلا أنا أستطيع كتابة هدول كماتريكس، بس بدل واي واكس بدي احط اليوز، يعني بدي احط بدل واي واكس يو، بصيروا لا بصير يو في بصيروا نكتبهم كماتريكس حفنا، وكيف بدهم يصيروا هذولا؟ بصير يو هات وفي يو هات، سوري يو هات وفي هات، شو بدها تساوي بدل اكس والواي؟ بدها تساوي هلا خلينا نرتبها شوي، شو رايك حفناوي؟ كوساين ثيتا ساين ثيتا، يعني بدي اخلي دائما اليو قبل، يعني بدي اخلي الاكس دائما قبل الواي، وسالب ساين ثيتا ساين ثيتا كوساين ثيتا مضروبه بمين؟ اكس بيو وبي اللي هم جلوبال. هاي اللي اسمها ترانسفورميشن ماتريكس لإليمنت، مش لإليمنت سوري لنود. من باب الاختصار في الكتاب بدل ما اكتب كوساين ثيتا بنكتب سي واس، يعني سي بيج سي بيج اس سالب بيج بيج اس وبيج سي، يعني بيج سي تعني كوساين ثيتا. نسميها انا هاي تي تي، اوكي؟ ترانسفورميشن ماتريكس بتحول جلوبال هاي صح؟ بتحول من الجلوبال لللوكال. هلا بعدين برجع بشتغل بستيفنس ماتريكس. وإذا بدك مشان نكون دقيقين في التسمية خلينا نسميها تي جون، مشان ما نوقعش في متاهة التسمية. هاي تي جون، هاي بتعمل لك ترانسفورميشن للجوينت. هلا لما بدي تي ممبر، الممبر تو جوينتس، فلازم تكون أربعة بأربعة الماتريكس. يعني أنا عندي هيك يو 1 هات في 1 هات U2 hat V2 hat تساوي ماتريكس 4 ب 4 تمام في U و V 1 1 U2 V2. السؤال كيف بدنا نعمل 4 ب 4؟ هلا ال U1 وال V1 hat وال U1 وال V1 بدون hat بنحط هاي، فهون هذا البلوك اللي هو بيج سي بيج اس سالب بيج اس بيج سي. طب سؤال، هل اليو 1 هات يعني اللوكال يوز وبيز لهم علاقه بالجلوبال يوز وبيز في جوينت ثانيه؟ يعني حتى اوضح الصوره، اليو هات هون لها دخل في اليو العاديه هون؟ مالهاش دخل، يعني والله هون صار متر ساعه، هذا شو دخله في الموضوع؟ مالوش. فعشان ايه كترانسفورميشن ايش بتكون؟ اصفار. على الناحيه الثانيه نفس الشيء، هاي 0 0 0 0 هاي سي اس سالب اس هاي اسمها تي ام تي ممبر. اي اشكاليه؟ ارجع الان مشان اعمل الترانسفورميشن واحول ماتريكس وبعدين نحل مسائل الابلكيشن. هاي المسائل اللي بكيفوا عليها الطلاب لانها مالها فيري سمبل، يعني في الفيرس تيجي له عليها سؤال سؤالين ابلكيشن والطلاب ببلغوا فيها، تمام؟ لانها انشاءات، يعني انا برايي يعني لو القرار يرجع لإلي هذا مش لازم يدرس في القناه لانه شو انشاءات بس عمان النصب وبصب لهم ما بدنا نكسر شوي. طيب هلا احنا بنعرف انه بجوز ما بعرف بالانشاءات اخذته هيك ولا انا اعطيته هالماتريكس هي بتطلع بهالشكل ويلا تعال نحل عليها، ما بعرف خلص تمام. هلا احنا بنعرف كلنا انه كي المنت هات ضرب دلتا
element hat. هلا كله باتجاه هات بيشتغل بدها تساوي اف هات. طبعا واحد بيقول لي equivalent nodal forces اذا بدك هاي زائد equivalent nodal forces برضه باتجاه هات. هذا بنعرفه. طب ما احنا الدلتا element هات بقدر اكتبها بدلاله مين؟ الجلوبال. فبقدر اجي اقول يا جماعه هذا كله نفسه بينكتب هيك K element hat في transformational member في دلتا global او دلتا element بدونها. خلاص دلتا element بدونها شو بدها تساوي هاي؟ برضو الافس نفس مضروبين في displacement بقدر اعمله لمين؟ للفورسز. تمام؟ فبقدر اقول هاي بتساوي تي اف في افتح قوس اف زائد equivalent nodal forces بس بدون مين؟ بدون هات. تي ام لو ضربت كل السيستم في انفرس من الشمال يعني تي ام انفرس تي ام انفرس هاي بتروح بتصير ايدنتيتي شو بتصفي معك؟ بتصفي معك شباب بتصفي معنا هاي. تمام يعني ماتريكس معينه مضروبه ب دلتا جلوبال للاليمنت بتساوي الفورس باتجاه الجلوبال يعني دلتا بالجلوبال والفورس بالجلوبال فهذا حاصل الضرب شو بنسميه الكي اليمنت بدون هات اللي هو الكي جلوبال يعني هاي هي عباره عن كي اليمنت بس بدون هات. لا بتضبطش هاي ماتريسيز هاي كلها مالها هي ماتريسيز هو هون مش شرط هي طلع لك الايدنت زي الانفرس لما تضرب الانفرس ماتريكس القطر كله واحد بس هلا هاي وهاي ما بقدر اشطبهم حفناه لانه هاي ماتريسيز فمعناته صفت جلوبال اليمنت ماتريكس جلوبال اليمنت ماتريكس كي اذا بدكم بدل كي اي بسميها كي جي مشان ما نتخربشش وهي بسميها دلتا جي مشان ما يصير خربشه اوكي يعني على اساس كي اي لانه بالميبل ما بقدر اكتب هات فبدل ما اكتب هات بخليها اي وجي يعني جي معناته جلوبال اي معناته ايش؟ لوكال فكي جي شو تساوي؟ كي جي بدها تساوي تي انفرس في كي اي هات او بدون هات هات هي هيك في دي طبعا وهدول اي فاليو اللي هم دي ام دي ام الممبر ماتريكس الممبر ترانسفورميشن الحقيقه تي انفرس اتس نوتنج بات تي ترانسبوز لحسن حظها تي ام انفرس هي نفسها دي ام ترانسبوز دي ام inverse equals dm transpose معقول؟ أنا ما كنتش مصدق أولا تمام؟ رحت جربت لما أخذت الإنشاءات أظن الدكتور شاف البيطار قال هاي بتساوي هاي استنى شوي وين رايحين هنا؟ فرحنا ضربنا إيش؟ أنا كيف بدي أعرف؟ شو بقول لك dm inverse نفس الترانسبوز معناته لو أنا ضربت d transpose ضرب d شو لازم يعطيني؟ الايدنتيتي صح؟ فنشوف لو ضربنا هاي ترانسبوز بنفسها بطلع الايدنتيتي هلا عمليه بسيطه هاي عندك هلا مع الميبل بنجربها لا اللي بده يجربها مش بده يجربها بس القصه بسيطه هلا انت اضرب سطر في العمود سوري السطر بنفسه مش السطر في العمود لانه السطر في العمود هلا لو ضربنا تي ضرب تي بنضرب السطر في العمود تي ام ضرب تي ام بنضرب السطر في العمود بس لما بتعمل ترانسبوز تصير السطر في السطر او العمود في العمود فاضرب العمود في نفسه شو بيطلع؟ كوساين تربيع زائد ساين تربيع زائد زيرو زائد زيرو واحد صح؟ السطر او العمود في العمود الذي يليه كوساين في ساين سالب ساين في كوساين صفر العمود في العمود الذي يليه صفر والعمود في العمود الذي يليه صفر فهي اول خانه اعطتك رقم واحد على الدايجونال والبقيه مالهم اصفار كملها بتطلع معك الايدنتيتي اوكي؟
جربها انا يعني ما تفكرش لما اخذت الانشاءات. anyway فمعناته بتصير k global للإليمنت بدها تساوي t transpose m في k element hat في d m. هيك احنا بنطلع k global. استطيع الان يا شباب اني اخلي الميبل ليش اقعد انا احسب في هاي واعطيك اياها ورقه بنقدر نطبق عليها. لا الميبل بخليه يحسبها بكتب له دي ام شو هي وبكتب له كي شو هي وبقول له اضرب لي وطلع لي الماتريكس هاي وخلصت تمام. فهلا بنيجي بنعمل ملف جديد انا برايي بلاش نخربش الامور. طيب بناخذ بريك شويه نطلع بريك قبل لا نطبق على برس راح نحسب نطلع بريك بعديها او قصدي عفوا نحل مثل فاما بنحسبها وبعدين نطلع بريك او بس نرجع من البريك بنحسبها وبعدين بنحل مثلا. يعني بكل الاحوال خلي البريك طيب. زمان. نص ساعة زمان شو هو؟ خمس دقائق بالعكس يوصل أصنصير بيوصل أصنصير ولا هو خاص يعني بتحبوا هلا وديكيش. طيب بدنا نعرف تي ام هلا بنيجي بنقول له نيو هاي هلا بنيجي بنقول له كي كي اي بجوز لازم نكبر النيو ولا لا؟ بس الكبس الحمراء في مشكلة؟ لا بس بحكي لك اطلع بريك